671 شهيدا في 6 أيام من العدوان على غزة، والمقاومة تواصل قصف البلدات الإسرائيلية. قتلى من حزب الله اللبناني في معارك مع القوات المعارضة السورية قرب الحدود اللبنانية. ثوار العشائر يتقدمون نحو بغداد، والبرلمان يفشل مجددا في انتخاب رئيس له. مشاهدينا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. نحييكم، وهذه نشرة الأخبار نبدأها بآخر تطورات العدوان على غزة، حيث شهدت الساعات القليلة الماضية تصعيدا إسرائيليا جديدا في قطاع غزة، إذ استشهد 4 فلسطينيين بينهم مسن وابنه في غارات ليلية استهدفت خان يونس ودير البلح ومنطقة الحصينات شرقي رفح، ما يرفع عدد الشهداء اليوم 6 للعدوان على غزة إلى 17 شهيدا، بينما يرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان الثلاثاء الماضي إلى 171 شهيدا و1140 جريحا. وأشارت مصادر طبية إلى أن الاحتلال استهدف ضمن عمليات القصف الأخيرة مسجدين دمرا بالكامل ومنزل المدير العام لمجمع الشفاء الطبي. في المقابل أعلن جيش الاحتلال إصابة 4 من جنوده في عملية إنزال بحري فاشلة شمالي قطاع غزة. ففي اليوم 6 للعدوان استهدفت طائرات الاحتلال منازل سكنية وأراضي زراعية ملاصقة لمنازل المواطنين بغية بث الرعب في نفوسهم، وأدت الغارات إلى سقوط ضحايا بينهم أطفال في بلدة بيت حانون ومخيمي المغازي والنصيرات وسط القطاع. أما شمالي القطاع فشهد نزوحا محدودا لبعض السكان خوفا من التهديدات الإسرائيلية بتنفيذ عملية برية في تلك المنطقة. بيبعتوا رسائل، مجرد ما بعتوا الرسائل احنا خفنا نضل في الدور، بدنا نرحل، نروح على المدرسة، نأمن أولادنا مخوف الموت. ومتجاهلة المناشدات الدولية بعدم استهداف المؤسسات المدنية، قصفت مقاتلات الاحتلال أكبر مخازن غذائية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، ما أدى إلى نشوب النيران في المخازن والمستودعات وحرق محتوياتها التي كانت مخصصة لإغاثة ومساعدة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني في القطاع. وبينما القصف مستمر لم تتوقف قوافل تشييع الشهداء، وشارك المئات في جنازة 17 شخصا من عائلة البطش التي تعرضت لما يشبه بإبادة جماعية على أيدي الاحتلال أمس. ورغم القصف والغارات لا تزال غزة تقاوم بصواريخها محلية الصنع. صفارات الانذار دوت في عدد من المدن والبلدات الإسرائيلية، حيث واصلت فصائل المقاومة إطلاق الصواريخ، وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن قصف حيفا بصاروخ R-160 وتل أبيب ب3 صواريخ M-75. كما تبنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصف عسقلان وناتيفوت ب8 صواريخ جراد. وأثبتت المقاومة الفلسطينية بهذه الصواريخ قدرتها على استهداف كامل الساحل الإسرائيلي تقريبا، بداية من غزة وصعودا إلى الشمال، وهو ما أثار حالة من الرعب والصدمة في صفوف الإسرائيليين الذين اضطروا للهرب والاختباء في الملاجئ.
من جانبها طالبت القيادة الفلسطينية الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وذلك في رسالة سلمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى ممثل الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية روبرت سيري، لينقلها الأخير بدوره إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وقال عباس إن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارات لحماية الفلسطينيين سيتم الإعلان عنها قريبا، وإن طلب الحماية الدولية هو أول هذه القرارات. هذه الرسالة تتلخص في أن القيادة الفلسطينية قررت أن تغير من العام أن يدرس موضوع وضع الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني تحت الحماية الدولية، ولذلك مضمون الرسالة هو هذا، ونأمل أن يأتي جواب سريع لأن الوضع لم يعد يحتمل، لأن الهجمات الإسرائيلية المتواترة ليلا نهار، لأن هناك المئات من القتلى، الألوف من الجرحى، وكذلك من الخراب الذي أصيبت به البلاد. من هنا نحن نشارع بهذا الطلب، ونتمنى على الأمين العام أن يعني يأخذه مأخذ الجد والاهتمام، وأن يدرسه بسرعة ويعطينا الجواب. وفي الضفة أيضا تواصلت الفعاليات الشعبية الفلسطينية احتجاجا على استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وتوسعت تظاهرات الغضب والمواجهات مع الاحتلال في مختلف المحافظات، بلغت ذروتها في مخيم قلنديا قرب رام الله الذي شهد تجددا للمواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي ردت بإطلاق النار لتفريقهم، ما أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المحتجين الفلسطينيين. إلى ذلك وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتقديم 200 مليون ريال إلى الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وصرح بذلك وزير المالية إبراهيم بن عبد العزيز العساف الذي قال إن توجيه خادم الحرمين تضمن تخصيص هذا المبلغ لتأمين الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج ضحايا الاعتداءات والقصف الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة. وللتعليق على ما يجري من عدوان على غزة ينضم إلينا عبر الهاتف من قطر الأستاذ الدكتور عبد الجبار أحمد سعيد، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، والأستاذ المشارك في كلية الشريعة جامعة قطر. أهلا بكم دكتور معنا. حياكم الله يا أخي. مرحبا. حياك الله وبياك سيدي. بداية، ما هو تعليقكم على ما يجري من عدوان صهيوني على أهلنا في فلسطين في ظل شهر الصوم، شهر رمضان الفضيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بداية جزاكم الله خيرا على هذه التغطية وهذا التفاعل، ومن خلالكم اسمحوا لي أن أحيي أهلنا وشعبنا في فلسطين الصامدة الصابرة المحتسبة، ونرجو الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك أن يعينهم وأن يثبتهم وأن يصبرهم وأن ينزل عليهم السكينة، ونسأله تبارك وتعالى الهزيمة لعدونا، ونحن واثقون بأن الله تبارك وتعالى لن يتخلى عن شعبنا ولن يتخلى عن هذه الأمة المؤمنة مهما غلت التضحيات وارتفعت، لأن هذا طريق النصر. هذا عدوان غاشم من عدو يتعدى على كل شيء، لا يحفظ المواثيق ولا يحفظ العهود، وينقض كل شيء. ليس للإنسانية عنده قيمة ولا للبشر. أنتم تلاحظون أن جل الإصابات وجل الشهداء مدنيون لا علاقة لهم بأي عمليات مقاومة، مع أن هذا شرف نتمناه كل واحد منا، لكن رغم ذلك هذا العدو المجرم لا يفرق بين صغير وكبير، بين رجل وامرأة، بين عسكري ومدني، يظن أنه بهذا يركع هذا الشعب ويركع هذه الأمة. ولكن هيهات، أمة دينها الإسلام وكتابها القرآن، في هذا الشهر المبارك
شهر الانتصارات، نحن نثق أن الله تبارك وتعالى في المآل جعل العاقبة لنا، جعل العاقبة لأمة الإسلام، جعل العاقبة للمتقين، ونرجو الله أن يجعلنا كذلك. ونعتقد أنه مهما طال الزمن ومهما غلت التضحيات ومهما دفعنا من الثمن، فإنه رخيص في سبيل عزة هذه الأمة وكرامتها، في سبيل الدفاع عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في سبيل الدفاع عن فلسطين المباركة، أرض المسلمين جميعا، ليست أرض الفلسطينيين وحدهم. ونحن نثق أن الله تبارك وتعالى سيهزم هذا العدو شر هزيمة عاجلا أو آجلا، وسينصرنا عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب دكتور، كيف يمكن للمقاومين الفلسطينيين بأسلحتهم البسيطة هذه أن يزرعوا هذا الرعب في أوصال الصهاينة الذين يحيطون أنفسهم بقبة حديدية؟ وبالتالي ما المطلوب من المجتمع الدولي، المجتمع الإقليمي، منظمات الإغاثة؟ ما الذي يمكن أن يلقى على عاتقها، على كاهلها، لتقوم به في مثل هذه الظروف الحرجة؟ بداية أخي، نحن نؤمن بسنة من سنن الله تبارك وتعالى في مواجهة هؤلاء الأعداء. لم يكن المسلمون في يوم من الأيام أكثر عددا ولا عدة من أعدائه كل معاركنا عبر التاريخ، لكن نحن نأخذ بأسباب النصر المادية التي تتاح لنا قدر المستطاع، ولسنا مكلفين بأكثر من ذلك. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن نعتمد أيضا على الله تبارك وتعالى ونتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن تنصروا الله ينصركم، هذه سنة واضحة نحن لا نشك فيها قيد لحظة، وبالتالي لا عدد العدو ولا عتاده مواجهة ما لدينا هو الميزان، وإنما ما لدينا من إيمان بالله تبارك وتعالى، وما لدينا من إيمان بهذه القضية العادلة الإنسانية التي نحن فيها أصحاب الحق. نحن نثق أنها من حيث النتيجة ترجح كفتنا بإذن الله تبارك وتعالى، وإن بإذن الله ظهر في المقياس المادي كما قلنا رجحان كفة العدو بإذن الله إن شاء الله بإذن الله. للمطلوب من المجتمع الدولي والمجتمع في العربي في عجالة دكتور، في عجالة، عذرا الوقت ينفد في دقيقة واحدة. المطلوب المزيد من النصرة، المزيد من التفاعل، المزيد من الوقوف إلى جانب أهل فلسطين وأهل غزة، الدعم المادي، الإسناد المعنوي، اللجوء إلى الله بالدعاء في هذه الأيام المباركة، تقديم الغالي والنفيس، ليس دفاعا عن أهلنا في غزة فحسب، بل عن كل أهل فلسطين، بل عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو مسرى كل المسلمين. نحن نناشد الجميع أن يأخذ دوره السياسي والإعلامي والاجتماعي والشعبي، كل قدر ما يستطيع لنصرة هذا الشعب المبارك. والله تبارك وتعالى سيأجركم ولن يترككم أعمالكم، وسترون النصر قريبا بإذن الله في فلسطين. آمين. وصلت الرسالة. الأستاذ الدكتور عبد الجبار أحمد سعيد، عضو المكتب التنفيذي لهيئة علماء فلسطين في الخارج، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة جامعة قطر، شكرا جزيلا على انضمامكم إلينا. إلى آخر تطورات الثورة السورية، إذ قتل 4 من مقاتلي حزب الله اللبناني و3 من مسلحي المعارضة السورية خلال معارك بين الجانبين في منطقة حدودية بين سوريا ولبنان. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن المعارك تدور منذ مساء السبت في منطقة تقع بين قرية عرسال اللبنانية وبلدة القلمون السورية. وأوضح المرصد أن قوات حزب الله اللبناني تكبدت خسائر فادحة في المعدات، ما دفع قوات الأسد لإرسال تعزيزات لدعم صفوفها في مواجهة كتائب الثوار.
يأتي هذا بينما وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 43 شخصا خلال أعمال العنف والاعتداءات التي شهدها عدد من المدن السورية اليوم. على الصعيد عينه، شن الطيران الحربي غارات بالبراميل المتفجرة على بلدة تل رفعت في حلب، بينما قصفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ مدينة الحولة في حمص. فقامت الغارات الجوية المتواصلة التي يشنها الطيران الحربي لجيش الأسد من معاناة المدنيين في القرى المحيطة بمدينة حلب. الغارات استهدفت منطقة مكتظة بالسكان والباعة الجائلين، ما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي تأتي استمرارا لمسلسل الجرائم التي يرتكبها النظام في حلب وريفها. حجم الخسائر لم يتوقف فقط عند حد إزهاق الأرواح، وإنما امتد ليصل إلى تدمير البنية التحتية في المنطقة، كذلك تدمير عشرات السيارات التي تصادف وجودها لحظة وقوع الهجمات. وإزاء ذلك، تحركت كتائب المعارضة على عجل فهاجمت قوات الأسد بقذائف الدبابات والأسلحة الرشاشة بقرية حيلان المجاورة بريف حلب. المعارضة وسعت كذلك من رقعة هجماتها في جبهة أخرى، وبالتحديد في ريف حمص، حيث شن مسلحو الجيش الحر هجوما على رتل عسكري لقوات الأسد بمدينة الرستن، أوقع العشرات بين قتيل وجريح. كما تمكن المسلحون من الاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. وبموازاة ذلك، لا تزال معاناة بلدة المليحة بريف دمشق متواصلة، فالقصف المدفعي والمروحي يتواصل على البلدة منذ أكثر من 100 يوم، غير أن الجديد في المشهد الميداني هناك هو اشتباكات عنيفة وقعت بين كتائب المعارضة وقوات الأسد على عدة محاور على أطراف البلدة. في السياق نفسه، شن الطيران الحربي سلسلة من الغارات بالقنابل الفراغية والبراميل المتفجرة على مدينة معرة النعمان بريف إدلب، أسفرت عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى. نعرج على العراق المجاور، إذ فشل البرلمان خلال جلسته الثانية في انتخاب رئيس له، بالرغم من تقدم القوى السنية بمرشحها لهذا المنصب وطلبها التصويت عليه. وأعلن البرلمان تأجيل جلسته إلى بعد غد الثلاثاء لمنح القوى السياسية مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن هذه المسألة. وقد اعترض تحالف القوى العراقية الذي يضم القوى السنية الرئيسة، اعترض على هذا التأجيل بعدما كان قد أعلن تسمية النائب عن محافظة ديالى سليم الجبوري لرئاسة البرلمان، رافضا ربط هذه المسألة بالتوافق السياسي. أخيرا، وعلى الصعيد الميداني، أكدت مصادر عشائرية في العراق مقتل عدد من عناصر جيش الملكي خلال تفجير عبوة ناسفة استهدف رتلا لهم في قضاء المدائن جنوب شرق العاصمة بغداد. وأشارت المصادر نفسها إلى أن الثوار تمكنوا من السيطرة على مدينة الضلوعية الاستراتيجية بمحافظة صلاح الدين في إطار تقدمهم صوب العاصمة بغداد. ختاما لنشرة الأخبار هذه، إليكم إعادة لما جاء في مقدمتها. 171 شهيدا في 6 أيام من العدوان على غزة، والمقاومة تواصل قصف البلدات الإسرائيلية. قتلى من حزب الله اللبناني في معارك مع قوات المعارضة السورية قرب الحدود اللبنانية. ثوار العشائر يتقدمون نحو بغداد، والبرلمان يفشل مجددا في انتخاب رئيس له. من الجميع لكم التحية، ودمتم في رعاية الله.